صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا شباب، مساء الخير على الجميع. شوفوا يا اهل الاحساء، هذا عندكم التين الحساوي اللي بعض الشباب يقول لا تقلم. امانه شوف ايش قد الاثمار، شوف شوف ما في غصن واحد او غصنين او حاجه. شوف بعض الشباب يقول لا تقلم، وايش ما تقلم ليش؟ شوف ابغى غصن صغير بسيط يقول ما في. شوف بعض الشباب يشتكي عدم وجود ثمار، واذا بتخلي الشجرة بتكبر وش كبرها يعني. شوف هذه مقلمة السنة، هذه شوف ايش قد الثمار اللي فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف تو هذا هو بعد ثمار، هذه واحدة ناضجة نعطيها. شوف كيف ما شاء الله، ولا هي شجرة واحدة. شوف هذه الشجرة الثانية هنا، شوف الأسواق عندنا، أسواق تعبانة جدا. شوف كل بقع، شوف كيف ما شاء الله، صراحة جدا جميل وغزير الإثمار. شوف هذا لازم عملية تقليم، الشباب اللي يقول لا تقلم لا تقلم، وإيش لا تقلم؟ شوف كيف، شوف كيف ما شاء الله صراحة. هذا كثير من الأخوان في الأحساء بعضهم يقول ما يثمر واجد عندنا، لأن بسبب تزاحم اللي هو الأغصان تحتاج غذاء كثير، فتحافظ على روحها أولى من أنها تعطي ثمر. شوف كيف ما شاء الله، الله يطرح البركة يا رب يا كريم. قول أمي يا شباب، وعقبالكم عقبالكم يا رب يا كريم.